متى سينتهي الاجتماع؟ ولماذا لم تدخل أنت؟ أدخلونا إلى المخيم بصعوبة، فكيف بالمجلس؟ دوغان، أنا أنتظر خبر خير من هذا الاجتماع. أرجوك يا تورغوت لا تقل هذا. سيدي أرطغرل، ماذا حصل؟ طعننا أهلنا تورغوت. السيد أرطغرل، الاجتماع انتهى. أرى بأن حاله حال طفل سلبت منه لعبته. لقد كنت أعلم أنه قرار خير. كان واضحاً بأن السادة لن يسمحوا لأرطغرل أن يدخلنا في مصائبه. لسانك المسموم ظهر ثانية. اعتدنا عليه وعلى ما يخرج منه. لا أعلم نيتك ولا أعلم ماذا تريدين، ولكن إن بقيت تنفثين السم سأجعلك تدفعين الثمن غالياً. أيتولون، هذا يكفي. غوغجس، موتي. أنت تجرحين قلبي بكلماتك سيدة سيلجان. ما يهمني فقط مستقبل القبيلة. أتظنين أنني لا أعرف أنك أفعى ذات وجهين؟ اسمعي سيلجان، سأصمت الآن من أجل هذه الفتاة الجميلة، لكن لا تحاولي أن تختبري صبري. ما هي خطتك الآن؟ أتقولين هذا لي؟ إنها تريد تفريقنا، أنت وأنا وحليمة. إنها تريد أن يصبح أهالي قبيلتنا عبيداً لها. أنت مجنونة أختي، والأحقاد تملأ قلبك، وتريدين أن يصبح الجميع مثلك. وبعد هذا اليوم لا أريد أن يظهر لسانك. ابتلعيه وأريحينا جميعاً منه.